تفسير حلم رؤية الكرسي في المنام. الكرسي في الحلم له دلالات كثيرة سنتعرف عليها حسب حالة صاحب الحلم وحسب الحلم نفسه، حيث قد يرمز إلى الملك والعرش، وسنتعرف بالتفصيل على الدلالات كاملة. تابعوا معنا. تفسير حلم رؤية الكراسي الكثيرة. حلم الكراسي الكثيرة في المنام يدل على الخير الكثير والراحة والاطمئنان، وكذلك يدل على النجاح والتفوق، كما يدل للفتاة على كثرة الخطاب. تدل الكراسي الكثيرة على المراكز العالية والعزة والفخر، وكذلك تدل على إنجاب كثير من الأولاد وزواج من لم يتزوج سواء كان شابا أو فتاة، ويكون لهم شأن عظيم، وذلك تبعا لمادة الكراسي المصنوعة منه. فإذا كانت الكراسي في الرؤيا من حديد أو كراسي مذهبة، فهذا يدل على الملك والسلطة والغلبة على الأعداء. وإذا كانت الكراسي مصنوعة من الخشب، فهي تدل على النفاق والحسد. وشراء الكراسي في الرؤيا يدل على شراء منزل جديد والانتقال إلى حياة جديدة بدون منغصات مع علو المركز والجاه. تفسير حلم كرسي البلاستيك. تفسير رؤية كرسي البلاستيك في المنام: ربما كان عرش أو ملك غير دائم، وذلك أن البلاستيك مادته تختلف عن الكرسي المذهب أو الكرسي الحديدي، ولكن هو مركز ولكن لن يدوم طويلا، وهذا يرجع إلى مادته ومعدنه. وكذلك إذا حدث كسر في الكرسي، فيدل على ضياع المنصب أو حدوث كارثة لصاحب الرؤيا لا قدر الله. تفسير حلم الكرسي الأبيض. الكرسي في الحلم هو المنزل الرفيع والمكانة العالية، وإن كان لونه أبيض في الرؤيا فيدل هذا على النقاء والصفاء، ويدل على أن صاحب الرؤيا له مكانة عالية ليست في المركز العالي فقط، بل من الناحية الدينية والأخلاقية كذلك، وبالتالي ينال رضا الله في الدنيا والآخرة. تفسير حلم الكرسي للحامل. الكرسي في منام الحامل، كما جاء في تفسير ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين، هو ولادة ولد، وكذلك نجاتها من الأم، الوضع والولادة، وإتمام عملية النفاس بخير وعلى ما يرام، ويكون لها شأن ومكانة في قلب زوجها. ذلك أنك وإن كان الكرسي مصنوعا من الحديد، فهذا يدل على القوة وأن هذا الولد سيكون سندا لأبيه وأمه، وإن كان من الخشب فهذا يدل على أنه شيء من النفاق، وقد يكون في تربية هذا الولد الجديد مشقة على والديه. تفسير حلم الكرسي المتحرك. كرسي المتحرك في الرؤيا قد يكون نوعا من أنواع المخاطرة في شؤون الحياة، لأن الكرسي المتحرك لا يكون في جميع الأماكن، فهو إن دل فقط يدل على المركز ولكن به شيء من العجز، لذلك لأن الكرسي المتحرك يجلس عليه من كان معاقا لا يستطيع السير على قدميه، وقد يدل على احترام الغير لذلك الشخص صاحب الرؤيا، وتدل على الوقار والمنزلة العالية في قلوب الناس لحسن خلق هذا الشخص صاحب الرؤيا. إن كان صاحب الرؤيا مريض في الحقيقة ووجد نفسه في الرؤيا أنه جالس على كرسي متحرك، فإن هذه الرؤيا تفسيرها غير جيد، حيث تبعا لتفسير ابن سيرين يتنبؤون بسوء سيحدث له وربما دلت على الموت.